هذا الفيديو راح نتعرف شلون نقدر نشتري بطاقات الجيفت كارد الخاصة بالستيم بالنسبة للكمبيوتر أو جماعة البي سي، كذلك البي اس ان جماعة البلاي ستيشن، كذلك الاكس بوكس وغيرها. طبعا احنا عندنا موقعين، هذا ما مشتهرات على مستوى عربي بس مشتهرات على مستوى عالمي، اسمهن G2A G2G. انا متعامل وياهن، مواقع رصينة ما بيها اي نصب ولا احتيال، يعني نجنبك احيانا تعامل مع ناس مثل ما تعرفهم وبالاخير يجوز ما يصب بصالحك الامر. هاي مواقع طريقة الدفع بها بسيطة، كل اللي عليك انه يكون عندك محفظة او بطاقة ماستر كارد او فيزا كارد يسموه كريدت كارد. طريقة بسيطة تقدر تسويها انت، تقدر مثلا تروح لأي وكيل من الموبايلات وتطلب منه يسوي لك محفظة زين كاش، راح ياخذ المستمسكات مالتك ويجي لك من 24 ساعة 48 ساعة تدفع، وما تفعل وتكمل. تقدر تروح مباشرة وتقول له اريد منك بطاقة والت كارد. والت كارد هي بطاقة الماستر كارد خاصة بزين كاش، راح يعطيك هو عدة يعني هواير سعرها ما يتجاوز 2000 3000 دينار. تاخذها انت، تقدر هو يربط لك اياها بالمحفظة مالتك او انت تربطها. طريقة التحويل بيها سهلة جدا، انه تعطيه فلوس راح يحولك للمحفظة مالتك، محفظة مال زين كاش. تقدر انت بعد من المحفظة تحول للوالت كارد، طبعا راح يحول من الدينار للدولار، فهو يعرف فرق العملة وهذا من هذا القبيل. هاي الوالت كارد تقدر بعد تعمل وياها عالميا، والمواقع عالمية تدعمها مثل هاي المواقع. هسه على سبيل المثال انا حسابي تركي، حساب ستيم تركي، واريد اشتري بطاقة جيفت كارد خاصة بي. اكتب بس مثلا عندي انا الموقع الاول اللي هو جي تي اي، هذا طبعا نختار واحد جيمنج جيفت كارد بي اس ان اللي هو مال بلاي ستيشن، اشتراك بلاي ستيشن، اشتراك اكس بوكس، اشتراكات نينتندو، ستيم بليزرد. انا اختار ستيم باعتبار ان حساب تركي، فاروح من عند الريجنز. طبعا اقدر اسويها من الموبايل بس انا بسيطرة بالحاسب افضل. اختار احدد تركي بالفلترز، راح اشوف ان انا مثلا عندي من 50 ليرة تركي. طبعا انا ليش حساب تركي؟ حساب تركي يكون فيه العاب نوعا ما ارخص. شلون ارخص؟ فرق العملة. يعني على سبيل المثال هسه انا عندي لعبة دايزي، لعبة دايزي شيني سعرها بالتركي تقريبا 250 ليرة تركي، 250 ليرة تركي ما يعادل 13 إلى 14 دولار، بينما بالحساب الأمريكي يكون سعر هاي اللعبة تقريبا 29 دولار 30 دولار، يعني فرق جزء ضعف أو أقل بضعف أقل بشوية. فيعني فرق شاسع، خصوصا إذا أكو ألعاب يعني جزء فرقهم كذلك. فأنا على هذا الأساس سويت حساب تركي. طبعا حاليا صعوبة يعني تقدر تحول حسابك الامريكي والهذا الى تركي، او يفضل تسوي حساب جديد. ايه محل التركي طلع بجلسة مثلا 50 ليرة تركي ب 5 دولار 10 ليرة تركي، هذا عرض مرات يسوي عروض. هو طبعا 100 ليرة تركي ب 6 دولار 20 ليرة تركي 1 دولار على هذا. طريقة الشراء سهلة، تختار اي بطاقة، طبعا موقع امين ما بي اي صعوبة. انت طبعا لازم تسوي حساب سسب، يعني بالخطوات راح يطلب من الحساب اقل اد تو كارت، اقل كونتينيو تو بيمنت. يعني انا معلومات بطاقه الائتمان، انا عندي بطاقه ائتمان كريدت او ديبت كارد، اقل باي وذ كريدت او ديبت كارد. دعنا رقم التسجيل للبطاقه اللي هو على الواجهه مال البطاقه، تكتبه 16 رقم. هنا اكسبايرز مالتم التاريخ انتهاء السنه اول شيء من عندها اول رقمين والشهر كذلك. على سبيل المثال انا بطاقتي تنتهي شهر 12 من سنه 2025. شو اكتب انا؟ اكتب 12 شارحه الفين، هو يوم الواحد اعتقد ما يحتاج يعني يوم الواحد، بس تكتب السنة بداية تكتب شارع 12 2025، يعني ما تكتب الرقم الاولي يعني 20، تكتب بس 25 نهاية.
هنا السي في في هذا رقم سري، طبعا مرات بظهر البطاقة موجود شلون شيء تلاصق بلمعة، نهايته سيلفري هيك شلون فضي، نهايته 3 أرقام، هذا هو السي في في. تكتبه تقول له كونتينيو، من قلت له كونتينيو طبعا لا تقول له سيف فور فيوتشر بيمنت، اذا قلت له سيف فور فيوتشر بيمنت راح يخزن لك معلومات البطاقة على الكوكيز او الذاكرة مع المتصفح، وهاي بيها خطورة، يعني اذا واحد جسس عليك، واحد اخترقك عن طريق مثلا مواقع، بعض المواقع بنفات تورنت من تريد تحمل، راح يقدر يتصرف بالبطاقة يشتري بيها. كل الأحوال هي زين كاش بيها الحماية اللي هو مانتر، انت تشتري من قلة كونفيرم راح يرسل كود لحسابك بالزين عن طريق رقم تليفون، فراح تجيك فلوس كود بالموبايل داخله هنا، من داخله هنا طبعا هو يطلب منك حساب تسوي، من سوى الحساب راح انه بيقول لك تم ارسال مثلا بطاقة عن طريق الايميل مالتك، تروح الايميل مالتك تقول موافق، يعني خطوتين، خطوة بالموبايل وخطوة بالدور، توافق، من توافق راح يقول لك جاري عملية أو عملية تفعيل الكود في البطاقة الجيفت كارد قيد التفعيل، فتنتظر تسوي ريفرش الصفحة أكثر من مرة يطلع لك الكود، يقول كاتب شو كود، قل لي أو شو كود، يطلع لك الكود مالتك، كود شلون تدخله بالستيم، تروح الستيم طبعا باعتبار أنا هاي الواجهة الرئيسية مالتي، أروح للاسم فوق، إنه بروح للفيو ماي والت، أقول له ريديم ستيم كارد جيفت كارد أو والت كارد، نروح هنا اكتب رقم تسجيل مع الكود اللي يعطيني اياه، اقول له كونتينيو تفعل. هذا الموقع الاول. الموقع الثاني اللي هو جي 2 جي، نفس الشيء هذاك جي 2 اي هذا جي 2 جي، هي مرات اختلاف بالعروض فقط. هم بي هذا اروح انا الجيفت كارد، اختار ستيم والت، هو إذا هو بي أكثر من بطاقات، أكثر من بلاتفورم، أو أكثر من شركة يدعم، يعني مو بس ستيم. هنا أنا عندي مثلا 200 ليرة تركي ب10 دولار، 300 ليرة تركي هذا بي أكثر، كمية أكبر، يعني 300 ليرة تركي يصير 17 دولار، وهكذا. يعني هاي نقول لك أختارها من نفس الخطوات بالضبط، هم أختارها، هم أقول لك باي ناو، من أقول لك باي ناو راح تطلع لي نفس الخيارات نفس الشيء ما فرق. يعني هذا بس حبيت الإفادة. طريقة أمنة وصينة كذلك بتطبيق زين كاش موجود ستيم بطاقات ستيم تقدر تشتري مباشرة، بس المشكلة هناك ماكو بطاقة ستيم في تركيا، مو كلها يدعمها، مع إن هناك طبعا أرخص. كذلك يحتوي تطبيق زين كاش على بطاقات بي اس ان، طريقة من البطاقات. شكرا جزيلا لكم.